خير عليكم وصحة رمضانكم، رمضانكم مبروك كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية. كوزينتنا هكا اللي راح ترافقكم طيلة هذا الشهر رمضان كل يوم على قناة نسمة قناة العائلة. أكيد اليوم حلقة جديدة بيان سور باش تكون دبارة جديدة مع الشيفان نتاعنا. هاي نروحوا مع بعض نشوفوا واش حضروا لنا زعما حلقة اليوم. مساء الخير أصدقاء. مساء الخير نصر الدين. الزول في الاول، كيف بخير؟ صح رمضانك شاف؟ صح رمضانك، صح رمضان كامل المشاهدين تاعنا، ونقول لهم مساء الخير وان شاء الله حلقه مليحه. ما طولناش عليكم ان شاء الله. كالعاده اكيد باش تحضر لنا اليوم شاف كالعاده طبق رئيسي بنين وما ياخذش بزاف الوقت، وبيان سور باش نبداو بالونتخي تكون بارده ولا سخونه اليوم؟ انا شويه سخونه الونتخي تاعنا، مي مليحه خفيفه، مليحه جديده. قبل ما نجيك نشوفوا لي زانغريديون نصر الدين، اكيد نروحوا ما كانش سهره اللي تجوز بلا حاجه حلوه. شاف واش راك؟ سافا الحمد لله. صح رمضانك. صح رمضان كيما. صح رمضانكم، صح رمضان نون، عسلامة نون. الله يسلمك. دونك شاف شو نسعى ساقي واش عندنا؟ ساقي نخدم لو سانت اونوري. لو سانت اونوري. فوالا. دونك نشوفوا الطريقة ومن بعد انا نشوف لي زانغريديون شوية. سي ان ديسير ان بو كومبليكي. كومبليكي. بس نقدروا نحضروه على بليزيوغ ايتاب. دونك. أكيد هو صعيب شوية هذا لو ديسير، لازم تتبعوا حلقة اليوم، وأكيد الحاجة اللي لازم نديروها نحتفظوا على المقادير اللي راح يتكتبوا تحت الشاشة. قبل ما نجيو نشوفوا لي زانغريديون تاعك شيف، نروحوا نبداو مع الشيف نصر الدين نشوفوا لونطخي تاع اليوم اللي هي شيف. لونطخي عندنا احنا لي بيراميد تاع الفلفل باللحم المفروم. لي بيراميد تاع الفلفل بالفلفل. بالفلفل الاحمر والخضر والصفر. باش نعطيوك الوان. الوان. نعرفك تحب الالوان. ما كاينش طوماطيش. ما فيهاش طوماطيش، كاين يامات نديروا طوماطيش، كاين يامات ما فيهاش. اليوم بالفلفل. هنا عندنا 350 غرام تاع فرينة. عندنا 4 مغارف تاع الزيت. شويه تاع ليفر شيميك الخميره الكيميائيه، عندنا بو تاع ياغورت ناتوريل هادي بوغ لاباط، وعندي شويه تاع معدنوس ونطمها بالماء الدافي. نلموها لاباط بالماء ماشي بالحليب ولا البيض ولا لا. فيها الياغورت. ياغورت. وطبق رئيسي اللي هو الطبق الرئيسي عندي الباذنجان هنايا رولي ولا فارسي، كل واحد كيفاش يحب يسميها. عندي زوج حبات ولا ثلاثه تاع باذنجان واش نكونوا درناهم، نقطعوهم بلابو نغسلوهم بشويه تاع الماء والملح الباذنجان تاعي باش ما تشربلوش بزاف الزيت. عندي لي زيبيس كرويه، عندي هريسه عربيه، عندي ثوم، وعندي معدنوس، وعندي خل ابيض. لافارس تاع الباذنجان تاعي عندي 250 غرام تاع لحم مكفت، لحم مفروم، حبه تاع بصل، شويه تاع نعناع يابس هنا بدلنا، شويه تاع الثوم، وعندي شويه تاع قارص. دونك نروح نشوفوا نبداو بلونطخي ولا بطبق رئيسي؟ معليش نشوفوا الشيف واش يسحق في الدوزان، غادي تكون نبداو حنايا. قريب نسيتك شيف اسمح لي. دونك نروحوا لي زانغريديون اللي يسحقوهم في لو ديسير نتاع حلقة اليوم اللي هو شيف قلنا لو ديسير. واش نسحقوا فيه؟ الوغ دونك نبداو بلي بروميي زانغريديون اللي تاع لاباط، لي دو بات، دونك نسحقوا اون بات فويتي، نسحقوا اون بات اشو، ونسحقوا اون كريم باتيسيير. دونك دو بات اي اون كريم باتيسيير. نبداو بلا بات الاولى ومن بعد نوروا واش لازم للتزيين. هو سي ان ديسير مخدوم ا باز دو فروي. داكور بالفاكهه. بالفاكهه ما راهيش ما عندناش نشوفوا فيها. نجبدوها من بعد. نجبدوها من بعد راهي فريجيدير. دونك نبداو بلا بات واش نسحقوا؟ رايحين نديروا اون بات فويتي. دونك لا بات فويتي رايحين نستعملوا لا فارين، رايحين نستعملوا الملح، مارغارين دو فويتاج. فوالا اكزاكتومون. والماء. دونك لا بات اشو رايحين نستعملوا البيض. 4 حبات بيض يكونوا كاملين. اكزاكتومون. دونك رايحين نستعملوا السكر. السكر عادي. غوس كيغا سوب تاع السكر والمقادير دونك اكزاكت. يعني المقادير بالضبط رايحين يظهروا تحت الشاشه. فوالا عندنا دونك السكر غوس كيغا سوب تاع السكر، عندنا شويه ملح. الملح، عندنا الماء والحليب. والماء والحليب. اللي تخلطوا مع بعض، وعندنا لا مارغارين تاعنا، لا مارغارين لينا اللي نعرفوها. هاد لا مارغارين نقدروا نستعملوها الفطور تاع الصباح، ونقدروا نطيبوا بها حاجات الحلوه والحاجات المالحه. اللي نعرفوها هاد لا مارغارين تاعنا لينا 100% طبيعيه، والحاجه المهمه فيها اللي هي ما عندهاش كوليسترول، معناها حتى الناس اللي عندهم كوليسترول يقدروا ياكلوا منها وما يخافوش، ومعمره بالفيتامين ا والدي والاو.
وهنا من بعد لا كريم باتيسيير اللي يعني نقدروا نقولوا في كاع الحلقات نستعملوا هذا كريم باتيسيير نعاودوا سي تان اباري دو باز دونك جينيرالمون نستعملوا لا كريم باتيسيير لي جون دو صفار البيض مش البيض كامل اكزاكتومون نستعملوا حليب حليب كاس حليب دونك ان فير تاع الحليب نستعملوا السكر دونك عندنا 60 غرام اللي نقسموها على زوج سي بون كي بوني ليف نقسموا السكر على زوج وعندنا انشاء اون فا اروماتيزي هاد لا كريم بليسونس دو فاني. هذو هما المقادير اللي شفتوهم اللي نسحقوهم في لو ديسير نتاع حلقه اليوم. لو ديسير اللي خيروا اليوم الشيف دونك كيما شفتوا لازم نحترموا المقادير باش تتحصلوا على حاجه مليحه اللي راحين يظهروا في الشاشه. نروحوا نبداو بلونتري مع الشيف. هنا عندنا باش نبداو بالعجينه تاعنا. قلنا عندنا 350 غرام تاع فارينو بودي ياغورت ثلاثه العجينه. نوريو لكم كيفاش نديروا العجينه على خاطر حنا حضرناها شيف من قبيله. ولازم على خاطر العجينه كما تعرفوا اون جينيرال العجينه لازمنا نخليوها ترتاح واحنا باش نوري لكم الطريقه ما عندناش الوقت باش نستناو. دونك ديما شاف يحضر عجينه ويغطيها بلو بابي فيلم تاع وفا ويخليها ترتاح في الفريجيدير. اول حاجه نحطوا شحال الفرينه 350 هكاك 350 غرام تاع فرينه انا عندي كويير كافي تاع لوليفر شيميك مغارفة نتاع الخميرة نتاع نتاع الحلوة. عندي ثلاثة مغارف تاع الزيت. أعطاني الزيت برك نعطيك الزيت. أكيد الزيت نتاعنا زيت لينور زيت اللي فرحت بنا في كوزينتنا هكا هذا العام. كما نعرفوا كاين بزاف الناس يخافوا من الزيت بصح نقول لكم هذا الزيت ما تخافوش منها خفيفة خفيفة بزاف و100% طبيعية. صح عندي ثلاثة مغارف انا نديرو الزيت. عندي البودي ياورت طبيعي واكيد لاباط نلموها بالماء سخون. الماء مش سخون, مش سخون. يكون تياد تياد. هذا ما كانش هذا ما كان خليها ترتاح تلم شاف لاباط بشويه الماء تياد وتغطيها بالورق وفاء ورق فيلم ونخليوها ترتاح في الفريجيدير. وندور للشيف سفيان ونقعدوا في لو شابيتر دي بات. داكور دونك رايحين اول حاجه نبداو بالفارينه نحطوا لافارين تاعنا اللي قلنا احنا شحال هكاك بيبري درنا فارينه. هنا درت انا ربع تاع 1 كيلو دونك نص رطل معناها اكزاكت 250 غرام نحطوا على بيبخي 250 غرام نتاع فارينه ونحطوا شويه الملح شويه ملح مع الفارينه. نحطوا دونك نحطوا الماء باش ما نغلطوش دونك ونحطوا لا ديترون تاعنا في لو بيترين نعجنوها ونخلوها ترتاح. داكور دونك حطينا الفارينه وشويه ملح وشويه الماء ونخلطوها في لو بيترين تاعنا كوندور. اون استوس يعني اللي تسهل لو روبو تاع لاباط وتسهل الخدمه تاع لاباط اللي بلو كروستيون تاع لا كويسون نحطوا فيها مغرفه صغيره تاع الزيت. تاع الزيت نعطي لك مغرفه نتاع كيما شفتوا الزيت نتاعنا اللي نسحقوها ما نستغناوش عليها في الكوزينه حتى في الحاجات الحلوه في ديغاتو ولا في لاباتيسخي نستعملوها ونستعملوها حتى في حاجات المالحه. وهذا الزيت معمره بالفيتامين او هكا كي نكويها تكفي. دونك نزيدوا شويه الماء الماء تاعنا ونحطوا لاباط 125 غرام تاع الماء ونخليو لاباط نخلطوها في لو بيترين تاعنا. انا عندي لافارس عندي حبه فلفل صغير خضر احمر وهذو ما كيفاش نديروهم شيف وصفر. نقلي لافيون داشي عندي 150 غرام تاع فيون داشي وحبه تاع البصل مع الملح وفي الكحل. داكوغ نعاود نولي للشيف نزيدو شويه تاع الماء نسيخه باسكو
نعطيك شويه ماء. هذاك شويه ماء تفضل. دونك بعد ما خلطنا شاف لا فارين مع شويه ملح وشويه الماء. ما بارد دونك ما بارد ما سخنش ما شعلش ال دونك ما بارد هذايا نزيد بالعقل. سي بون شويه شويه سينو يولي خفيف. سي بون تعرف هالحكايه تاع زباد. اي فازي دي موا. وحده قعدت تعجن يا اخي ومن بعد بزاف ولات لها لاباط خفيفه معناها دارت بزاف الماء. اي نعطي كان بعد زادت دارت الفارينه ومن بعد زادت ولات ثقيله ومن بعد زادت الماء زادت الفارينه يا اخي جا راجلها قالها ما فهمتش تغريفين تغريفين نبض الخفيف تعرفها تغريفين يعني المشاهدين سي البغرير البغرير اللي هما يقولوا لهم قالت له لا يا راجلي واقيلا اليوم راح مطلوع ومن بعد المطلوع جاء قالت له لا الخفاف ومن بعد ولا الخفاف ماشي خفاف قالت له لا البغرير سي بون سي بون. دونك نشوفوا كيفاش لازم العجينه تولي تولي. انا لاباط فويتي ما نخدمهاش ما تكونش طريه لاباط نخليها هكذا سي الي بلو فاسيل ا ترافايي بار لا سويت. معناها لاباط تشد شويه روحها تكون شاده روحها بلا ما تولي ليس يعني. سي با لا بين. بعد نخلوها بيان سور لاباط نتاعنا لازم ترتاح ما تخدموهاش تمتم نغطوها بلو بابي فيلم هكا ونخليوها ترتاح في فريجيدير شويه. فوالا خليها شاف غطيها وخليها ترتاح ونروحوا من بعد لاباط اشو ومن بعد نروحوا لا دوزيام بات اللي هي لاباط اشو. نصر الدين انا تقلى لي لا فارشي راهي طيب تقلى شويه ونزيدو نقطعوا لها المعدنوس. عندي بغير فرح هكذاك تاع معدنوس. ليك شاف تكمل لا فارس تاعك ونروحوا لا دوزيام بات نتاعنا اللي هي لا بات اشو. حطينا الماء الحليب والحليب كيف كيف كميه كيف كيف شاف 100 غرام الحليب والماء 100 غرام 100 غرام لو سكر نحطوا السكر الملح لو سيل او بيان سور ما نستغناوش على لا مارغارين نتاعنا لا مارغارين لينا اللي هي نعرفوها بزاف بزاف خفيفه وعندنا دي بواط نتاع 500 غرام وعندنا دي بواط نتاع 250 غرام. فوالا ونخليه على نار هاديه. الحليب يسخن ولا يغلي؟ يغلي يغلي نستناو الحليب يغلي. هذا نخلوه دو كوتي. بعد ما خلينا لا فارس نتاع لونطخي نتاعنا برسك كملت حضرت طابت نروحوا للطبق الرئيسي اللي هو باذنجان بفيون داشي باذنجان مشرمل. عندي هنايا لحم بفيون داشي عندي ثوم عندي زوج مغارف تاع الزيت زوج مغارف تاع زيت زيت لينور اربع سنات ثوم هنايا رسيقه اربع سنات ثوم والزيت زوج مغارف زوج مغارف تاع الزيت هذا ما كان عندي مغرفه تاع كرويه كما نعرفوا اي حاجه مشرمله يحبوا الكرويه والهريسه العربيه شويه هريسه ولا فلفل دريس ثوم نخلطهم مليح هذوما نديرها ملح وفلفل الكحل يعطيك الصحه على زيقه. دونك نخليك شاف تتقلى الفيون داشي نتاعك كي يطيب لي الفيون داشي ندير شويه تاع نعناع يابس. نزيدوا شويه نعناع يابس. هذه لا فارين نكونوا سيرناها يعني نسافيت نسافيت دو فوا نعملوها في الغربال في الغربال دو فوا مرتين معناها نرميوها مباشرة في الحليب لازم يكون الحليب سخون مش سخون يغلي يغلي زاد نلموها رابيدمون لاباط نعاودو نرجعوها فوق النار ولا ديسيش فوق النار باش تنشف مليح لاباط فوالا وخلاص ونحطوها فلو روبو اللي حطينا عليه لافوي
دونك ولفنا سي بون لا فاي كروشي والفوي سي دونك نحطوها في البيض ونزيدوا عليها البيض بشويه البيض ما ترميوهش على ضربه دونك نخليو لاباط في البيطران يخدمها الشيف ويزيد لها البيض ربع حبات بيض كاملين نرميوهم بالعقل شوفي لي كولا نتاعها نتاع لونطري نتاعنا حضرت لاباط حضرت بعد ما زدنا لها ربع حبات بيض ولازم البيض نرميوه بالعقل ما نرميوهش على مرات ضربه واحده ونتحصلوا على هاد لاباط وهنا نزيد نكمل لها يعني مانويلمون كي نحوها من البيطران تاعنا كوندور نزيدوا نخلطوها مليح لا هذه دوك انا واش راح ندير دونك انا حضرت دو لاباط فوتي اللي درت لها لي تور تاعها وخليت او روبو دونك نحطوا لو سانتونوري تاعنا في الفور ونوري لكم طريقه التحضير تاع لا فاسون اللي نخدموا بها لاباط فوتي قلنا شويه تاع النعناع يابس واللي كان اللي يحب يزيد شويه تاع معدنوس خلاص سي بون بعد هنا نروح نوجد لاصوص تاع تشرميلا تاعي دونك نحطوا لافارس تاع باذنجان دوك نحضروا نوجدوا لاصوص المشرملة اللي كما نعرفوا لاصوص مشرملة تجي حمراء شاف تجي حمراء حمراء وحاره نحطوا الزيت تاعنا زيت لينور زوج مغارف هكا زوج ثلاثه على خاطر زيت خفيفه ما نخافوش منها عندي ثوم كميه تاع الثوم هنا الثوم تحب الشرموله تحب الثوم ثلاثه حتى خمس سناس تاع الثوم. اها عندي هريسه كبيره عربي معرفه كبيره تاع هريسه عربي والكرويه. كرويه تحب الكرويه بزاف. ونقليوهم شويه ومن بعد نمرقوا بالماء السخون ما نديروش بزاف الماء كما قلت هي تجي صوص شويه خطره نخليك شاف تكمل لاصوص تاعك نولي لو ديسير. هذه لاباط فويتي وجدتها من قبل نستعملها بو دغيسي لاباط نعرفوها الناس كيفاش هي نديرها انايا نخليك شاف تحل لاباط لازم نحلوها رقيقه وي 3 مليمتر ا بوبري نحلها شاف لاباط نروحوا لنصر الدين نديروا الزيت فوق النار تكون مقليه دوغي نقليوهم حقا نسيت دوك نحضر المقله لاصوص مشرمله دونك نبدل لها نحطها لك من هنا لاصوص مشرمله واش بقات لنا؟ بقات لنا غير كي نطفيو عليها مع الخل نديروا لها ثلاثة حتى أربع مغارف تاع خل نشعل هذيك لاصوص شفت ونحط المقلاة على خاطر اليوم لونطخي تاعنا راح تتقلى في الزيت هاد لافاس فيها منها من الجهة هذي سي اون باتا فيلو شيف؟ لا ماشي لاباتا فيلو سي اون باتا باز دو ياورت داكور اوكي نحط الزيت زيت تاعنا لينا نقدروا نقليو بها وما نخافوش على خاطر زيت 100% طبيعيه وخفيفه دونك ما عليكم غير على زيت لينا ما تغمقناش مليح الداخل صافا نقصوا لها النار يطيبوا على نار هاديه شاف هاديه وتبعوا معنا كيفاش يجوا نتبعوا مع الشيف كيفاش نحلوا لاباط بلا باغاي دونك شاف نخليك تحل لاباط ومن بعد نجوزوها في لاباغاي باش نحلوها لازم تكون رقيقه ونعاودوا نوليو للشيف سفيان دونك نحلو دونك لاباط فويتي تاعنا لاباط فويتي نحلوها 3 مليمتر ا بوبري يعني تكون رقيقه دونك شاف كيفاش انا هنا عندي لاباط تاعي
ندير لها شويه تاع فرينة نسيس عليها، ما نحلهاش رقيقه، نحلها متوسطة هكاك حوالي 5 يعني رقمين ما قبل الاخير. اذا كانت الماشينه تاعي في 7 نحلها انا في 5، واذا كانت في 9 نحلها في 7، رقمين ما قبل الاخير. ما نحلوهاش كما الصمصه؟ لا لا، شويه خشينه على الصمصه. هاي لي كيفاش تنحل. هاي ليك. دونك ما عندناش اون بور بيس كبير. اها نحط نيمبورت كيل ريسيبيون فوق لا بات او ليو باش جابوي ولا جو برون لو ريسك تاع الحجم تاعي صغار ولا جو باس ان كوتو هكذا على لا بات تاعي جو تاي نحيوها ونحيو ال دونك نتحصلوا على شكل دائري هكذا. زوج ثلاثة ثلاثة ونقطع بالموس. دونك لويوهم كيما السمسة داخل عملنا لافارس ومن بعد يطيبوا في الزيت بيان سور. ومن بعد الزيت يطيبوا في الزيت لا يتسخن ابتيف. ناخذها عليك نديرها في فوالا نغطيها بلو بابي فيلم شاف ونخليها في الفريجيدار باش هكا المره الجايه نلقاو لاباط ما تفسدش شافها تقدر تقعد شحال هكاك في الفريجيدار. لاباط فويتي ال سو كونسيرف يعني رزيقه ما نقدروا نحطوها حتى في كونجيلاتور. حتى في كونجيلاتور. دونك لاباط هذه بعد ما نحطوها في البابي كويسون نتاع وفا اللي يقاوم درجه الحراره حتى اكثر من 260 درجه يعني ما يتحرقش في الفوق. ما يتحرقش دونك ما تخافوش عليها. نحطوها في الفوق شحال هكاك شاف تقعد؟ نسخنوا الفوق تاعنا 180 دوغري ونطيبوه اونفيرون 30 مينوت هكذاك حتى نشوفوا لي دو بات طابو. لازم تكون طابت مليح. فوالا دغري. اه نخليك شاف ملا حطها في السيوارا يتلوفو تاع كوندور نحطوها الطيب. بعد ما نروحوا لنصر الدين كمل انت هذوك وانا الزيت واقيلا سخنت شاف اليوم راح نعاونكم. رزيقه لازم الزيت لازم تكون سخونه. دونك نحطوا لاباتا شو تاعنا داخل اون بوش موني يعني نستعملوا اون دوي سامبل. اه هنا باغ كونتخ لازم لابوش. لازم لابوش. تخي بيان. هكا باهي. باهي باهي. اللون نتاعهم هايل. فوالا. نحيهم. شيف. ونعاود نولي للشيف سفيان. دونك شفنا لاكريم حطيناها غير هكا سيلاريوف كان. معناها. ويروحوا للفوق. 180 دوغري بوندون 30 مينوت. 30 دقيقة هكاك يطيبوا، حطهم مما لا شاف. أنا كان عم بالي سخون مقبيل، فينالمون جو لي ألومي ما كانش شاعل. لازم الفوق قبل ما تحطوهم لازم يكون الفوق سخنتوه ديجا. نصر الدين لونتخي تاعنا راهي حاضرة، ناكلوها باردة ولا سخونة هذيك؟ تنتكل شوية، تقدر باردة تقدر سخونة. دوكا الصيف معليش ناكلوها باردة. باردة. لاباط نحلوها نديروها شويه لافاري. اكزاكت. وانا خديت دونك لا كونتيتي تاع المارغارين دو فويتاج. المارغارين تاع الفويتاج لا مارغارين هنا ما لازمش تستعملوا مارغارين واحده اخرى، لازم نستعملوا لا مارغارين هنا. دونك ندير اون فورم دونفلوب. حل لاباط بالعقل شيف سفيان، نخلي لك شويه وقت ونروحوا نشوفوا الطريقه كيفاش نعمروا باذنجان نتاعنا بلا فارس. باذنجان نقليوه بالقشره تاعو باش نقدروا نخدموه. نخليك شاف تكمل الباذنجان تاعك. نحل لاباط تاعي دو سيت فاسون و لو بابي كويسون تاعي يسهل لي بيان سور. اكيد كما قلت لكم لازم لو بابي تاعنا الوفاء تسحقوه في كل حاجه. ونغلق على لاباط دو سيت فاسون. هذه هي كاين بزاف الناس هذه هي الطريقه اللي يخافوها. هذه سي لا فاسون اكاديميك لازم يعني بهذه الطريقه نتعلم كي نولي نوال في لاباط فويتي وبعد نقدر نديرها. دونك لاباط نحلوها كيما اون انفلوب. اكزاكت ونغلقوا عليها بعد شيء لازم نغلقوا مليح مليح على لا مارغارين. فوالا دونك حل لاباط شاف نصر الدين سي بون. عاد دير زوج اشكال. وي عندي ان بورت بيس
نقطعها مدوره الباذنجان تاعي بهذا الشكل. هذا سي لو تور دوبلي دونك دوك لو تور سامبل. لو تور سامبل اللي هو هكذا يجي. فوالا هذا سي لو تور سامبل. لو تور سامبل نعاودو نحلو مليح لاباط كيما شفتو بلا مارغارين هنا ما خرجتش من لاباط. تري بيان. دونك بعد ما نحيناهم لفوق دونك تتحصلوا على هذا الشكل وهذا اللون. رزيقه من فضلك. استنى دقيقه شاك سخونه. فوالا ميرسي ونخلوهم. برافو شيف يعطيك الصحة. دونك تتحصلوا على هذا الشكل. ونخلوهم يبردوا. نخليهم شوية يبردوا ونروحوا نحضروا لاكخيم. لاكخيم باتيسيير. لاكخيم باتيسيير اللي عرفتوها سهلة ومهلة وتبعناها في حلقات واحدة أخرى واليوم نزيدوا نعاودوها شيف كومام. أبا بيان سور. دونك نحطوا لاكخيم باتيسيير نحطوا حليب بيكون كاس حليب بارد. بارد. ونحطوا 30 غرام تاع السكر. 30 غرام تاع السكر. فوالا. نستناو الحليب حتى يغلي اللي حطينا الحليب مع السكر وهنا يحطينا السكر مع صفار البيض. شاف نعطيك دي بابي باش نمسح برك. تفضل. نديرو عاودنا درنا شكل دوائرات هكا تاع الباذنجان ونحطوا فوقهم لا فارس اللي درناها بالفيون داشي. نروحوا لاباط باتيسري تاعنا اللي بعد ما غلى الحليب وخلطنا هنا صفار البيض مع السكر ومع النشا. اكزاكت. نعاودوا نرجعوها فوق النار على نار هاديه. نخلطوا ونخلطوا حتى نتحصلوا على لاكريم باتيسير اللي نعرفوها. راح تطلع ستيتاج ولا ويت وين؟ هكذا والخلانية تاعنا تكون حابطة عليها هكذا. نديرو لها لاصوص تاع الشرميلة تاعنا. نحطو لاصوص. شاف سفيان هذوما بردو بعد نشوفو لو دريساج نتاع لو ديسير نتاعنا. لا كريم باتيسيير نتاعنا حضرت وجدت. هاد لو ديسير كيما قلنا لكم فيه مكونات بزاف اللي شويه هكا كومبليكي بصح سي ان ديسير بزاف بزاف بنين. حاجه المليحه لازم توسعوا بالكم وسورتو سورتو لازم نحترموا المقادير اللي عطاهم لنا الشيف. لا فارس هذه خلاص الشيف. خلاص. الحلدين تبر هذا بين سيتي فاصا اللي نحبها بزاف صح هذا بين وباتن شنتي زد كابيني هاي اللي غريبة وقدر الوحش الغفا هذا بين وفا هذا بين وفا وقدر لهنا كيني هاي اللي غريبة لا 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 نروح للدريساج نتاع لو ديسير نتاع حلقه اليوم لخيرو الشيف باش يكون في سهرتنا الليله. دونك خلينا لاكري باتيسيير تاعنا تبرد. بردت ما نديروهاش سخونه. ليسونس دو فاني هي لاكري باتيسيير دائما نخلوها تبرد. تشد روحها كي تشد روحها نعاودو اون لاليس باش ما دوكا سي بون ما تزيدش تعاود تحكم روحها. خلاص تلقاها هكذاك. ونحطوا اكيد لاباش باش نعمروا لو ديسير نتاعنا.
ولا نقول لك اليوم نديروها لا كويير باش هاي خلاص فوالا بلي سي بوسيبل باسكو كاين حتى الناس باش نوريو لهم بلي نقدروا نحطوا بلا كويير مش لازم لي معلوش اللي يقول لك هاو يدير بلا بوش دونك لازم ندير بلا بوش لا احنا نحاولوا نسهلوا باش نوريو لهم كيفاش ولا كريم اللي يحب بزاف لا كريم يقدر يعمرها اكثر تسمعكم تسنوا فيا ياك معليش شاف بعقلك كل مرة شكون شاف حاجة المليحة تطول شاف نحطو خيرنا واش عندنا احنا خيرنا انا عندي كيوي أناناس. عندي دلابوم عندي دلاناناس وعندي البطيخ حتى الالوان شابين واش عندكم تقطعوهم صغار وتحطوهم فوق لاكخيم باتيسيير جاب لي ربي لو ديسير قريب يكمل نحط لك جوست وين تحطو لي فروي دو ديكوراسيون برك ونديرو لا كريم شانتيي لا كريم ميرسي رزيقة تعاونيني برك بيان سور شيف دونك خدينا دونك لا دوي هنا تاع لو سانت اونوري ونبداو نزينو الالوان شحال شابين دونك اليوم ندير لكم في السهره لاتاي تحب لاتاي ولا سيترونات شاف سيترونات ولا موخيتو هاي خلاص كثر النعناع يكون بارد والنعناع الممسي مليح العطش تري بيان ونحطوا فيها شويه السكر كلاص في الاخر برافو شيف يعطيك الصحة شيف كالعادة لا توش فينال اون بريونس هكا لو ديسير نتاعنا وسايي احضر برافو شيف كالعادة يعطيكم الصحة ديما تفرحوا وتبهيوا كوزينتنا هكا وتعمروا الطابلة بالأنواع وأشكال نتاع الماكلة البنينة ما بقى لي أنا واللي شاف غير باش نقول لكم شهية طيبة نتلاقوا في حلقة أخرى من حلقات كوزينتنا هكا نقول لكم صبح على خير وصحة فطوركم على خير صحة فطوركم صحة فطوركم